مرحبا بفضيلة الشيخ. الله يحييك. فضيلة الشيخ، في لقائنا في الأسبوع الماضي معكم عرضنا رسالة المستمع لاوي المعيض العتيبي من الدقيق، لكن لم نتمكن إلا من عرض سؤالها الأول الذي يتعلق بالدعاء قبل الصلاة، ووعدنا المستمع أننا سنجيب على بقية أسئلته. يقول في رسالته: هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع من غير شهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يجوز الدعاء بعد الركوع، ويسمى القنوت. نعم. حتى في غير شهر رمضان، ولكنه هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحاضرة عليها دائما، أو من السنن العارضة التي يفعلها الإنسان أحيانا؟ لا. من تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يقنت بنفسه، أعني لم يقنت عليه الصلاة والسلام في النافلة الوتر، في نافلة الوتر. لا. حتى قال الإمام أحمد إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، يعني أنه قنت بنفسه. ولكن الحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيما هديت، هذا مشهور. نعم. والعلماء مختلفون فيه، أي في القنوت في الوتر، هل هو مشروع دائما أو في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه. والذي يظهر لي ما أسلفت أنه ينبغي الإنسان أن يفعله أحيانا ليكون آتيا بالسنتين الفعلية والقولية. نعم. نعم. طيب، القنوت بعد صلاة بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر. أما القنوت في الفرائض، نعم، ومنه القنوت في صلاة الفجر، الصحيح أنه بدعة إلا إذا وجد سبب له، مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة، فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب، ولكن في الفجر وغير الفجر. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني أو الثالث يقول: ما فضل آية الكرسي وفيما تذكر؟ آية الكرسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا فضل عظيم وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها. ويستحب أيضا أن تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة. هذا ما أعرفه حول هذا الموضوع. نعم. لكن هل هناك أشياء تذكر في هذه، مثلا إنسان سيدعو على إنسان آخر أو سيطلب منه شيئا، هل يقرأ هذه الآية؟ لا، ما يقرأ، يعني يجعله مقدمة. نعم. لحاجته لا. نعم. ليس بمشروع. يقول أيضا المستمع ضاوي معيض العتيبي من بقيق: ما حكم قراءة الآيات التي يقرأها الإمام أثناء الصلاة مع الإمام سويا؟ أعتقد يقصد المأموم. نعم. نعم. هو الظاهر. نعم. المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وهي الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ. نعم. بل ينصت لقراءته. نعم. هذه رسالة وردت من المرسلة ميم باء قاف من القصيم الرس، تقول في رسالتها:
أما بعد، نشكركم على هذا البرنامج، كما نشكر جميع الشيوخ الذين يساهمون في الإجابة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. وهذه أسئلتي. أنا فتاة أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله، وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيرا على الأقدام من ميناء إلى الجمار، ومن الجمار إلى الحرم الشريف، وكنت مرتدية جوارب بدون نعلين، وأثناء سيرنا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه، ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام. ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام، فدخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة، وأنا لا أدري هل حجي صحيح؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. حجها صحيح، والماء الذي تطأه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت إن يضطر الإنسان إلى خوضه، أو في أماكن الساعة، فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر، لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا شيء أبدا. وأما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لباس الإحرام، فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة، نعم. إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام، نعم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له، فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس، نعم. أيضا تقول في رسالتها المدرسة أمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلون مدرسة تأمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة، علما أنها صلاة الظهر وهي تجهر لجميع الركعات، ماذا نفعل؟ هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل؟ أرشدونا أرشدكم الله. صلاتكم معها صحيحة، ولكن يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة، فإن المشروع في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته، فهنا نقول ينبغي أن تنصح ويتبلغ بالسنة وهو أن لا تجهر، وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة وصلاتهم من خلفها صحيحة أيضا. لا. طيب بالنسبة لصلاة النساء في هذا، هل يلزمهن إقامة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل تشرع الإقامة لجماعة النساء أو لا؟ لا، والأقرب أنها تشرع لأنها إعلام بالقيام للصلاة، ومتى صلينا جماعة فهن محتاجات إلى الإعلام بالقيام إلى الصلاة. أيضا تقول المستمعة من الرس، إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكرت، ماذا أفعل؟ إذا تذكرت بعد الانتهاء مباشرة أو بعد انتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا والله يحفظكم ورعاكم. صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا، لأن كل من صلى بثوب النجس أو مكان النجس ناسيا أو جاهلا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة، بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسيا أم جاهلا. ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم. لا. رجل أحدث
ولم يتوضأ، ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسيا أنه أحدث، فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك. رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها، نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. ومثالان آخران في الجهل: رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به، وكان على وضوء قبل أكله، فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل، فيجب عليه أن يعيد الصلاة، توضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ومثال الجهل في النجاسة: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فلما فرغ من صلاته رآها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لا. قد يقول قائل: ما الفرق بين النجاسة والحدث، حيث قلتم إنه إذا صلى محدثا ولو كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه إعادة صلاته، وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه؟ نقول: لأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا عام، والوضوء أمر إيجابي، يعني شرط إيجابي لا بد من حصوله. وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي، والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله، فإذا فعله ناسا أو جاهلا فلا حرج عليه ولا إثم، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم، فقالوا: رأينا فخلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة، وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. طيب، أيضا هذا التعليل ألا ينطبق أيضا، لأن الإنسان إذا كان النجس في نفسه مغاير للنجاسة التي تكون في ملابسه، لأن هذه في نفس الإنسان وهذه في ملابس الإنسان. ليس هذا الفرق مؤثرا، بدليل أنه لو كانت النجاسة في بدنه لم يكن فرق بين النجاسة في بدنه وعلى ثوبه. والمحدث ليس نجسا، لكن فيه وصف معنوي يمنعه من الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين كان جنبا قال له: إن المؤمن لا ينجس، مع أنه جنب، والجنب حدث أكبر. أحسنتم. هذه رسالة ردتنا من المدينة المنورة من المسلمين خاء عين، يقول في هذه الرسالة: ما هي أحكام عدة المرأة، وما هي حكمها، يعني وما هو حكمها إذا خرجت لضرورة، ومتى يحق لها أن تخرج وهي في العدة بعد وفاة زوجها؟ إذن نقول: ما هي أحكام عدة المرأة؟ أولا، يظهر أن السائل يريد أحكام عدة المرأة
في الوفاة. نعم. للوفاة. نعم للوفاة. نعم. نعم. أحكام عدة المرأة للوفاة: أولا أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة. نعم. من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه في اليدين أو في الرأس أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين، ومنه أيضا الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي. نعم. تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها. ثانيا تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين، كل ما يسمى تجميلا فإنها تمنع منه، ولهذا منعت من الكحل. لا. لأنه تجميل للعين. فأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل للعين فلا بأس بها. ثالثا يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. والمراد البيت الذي تسكنه، فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها بزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه. ويجوز أن تخرج، يجوز أن تخرج للحاجة. نعم. مثل أن تقضي حاجتها بشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك، لكنها تخرج نهارا لأنه آمن عليها من الفتنة. نعم. وأما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة، كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه، أو أصابها فزع من لص أو شبهه. لا. فإنها تخرج ولو في الليل. وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور، فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها. وكذلك إذا تضمن محذورا، كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضا لا لها ولا لغيرها. هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة. ويجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب، لأن الطيب ممنوعة منه. نعم. لأنه نوع من التجمل. ويجوز لها أيضا أن تكد رأسها وأن تقلم أظافرها وأن تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك. نعم. في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى تنتهي العدة. نعم. ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه ليس بواجب. يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، ما شاءت، غير أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. نعم. وزينة. نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية وتبقى فيه. ويجوز أن تخرج، يجوز أن تخرج للحاجة. نعم. مثل أن تقضي حاجتها بشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك، لكنها تخرج نهارا لأنه آمن عليها من الفتنة. لا. وأما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة، كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه، أو أصابها فزع من لص أو شبهه. لا. فإنها تخرج
ولو في الليل. وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور، فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها. وكذلك إذا تضمن محذورا كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضا لا لها ولا لغيرها. هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة، ويجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب، لأن الطيب ممنوعة منه لأنه نوع من التجمل، ويجوز لها أيضا أن تكد رأسها وأن تقلم أظافرها وأن تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك. نعم. في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى تنتهي العدة. نعم. ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه ليس بواجب، يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت ما شاءت، غير أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. نعم. وزينة. نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية. حكم ذلك أنه ليس بواجب، يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت ما شاءت، غير أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. نعم. وزينة. نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية. إلى هنا نأتي على نهاية.